صباح الخير بقى فاميلي، صباح الخير، ادينا صباح الخير. قبل ما نبلش الفيديو اليوم، يوم كتير مميز، تعرفوا ليه؟ عشان هعمل مغامرة. لا بمزح. عشان عيد ميلاد، عيد ميلاد سحورة اليوم. عشان عيد ميلاد سحورة هعمل شيء بحياتي ما كنت فكر أعمله، وصراحة بعدني عم بحاول هيك غير رأيي. أنا عم قل له لا، أنا أوكي، أنا بدي اختبر حبه وبدي أعمل كرمالي هيدا الشيء، بس أنا عم قل له لا، لا سمح الله يصير بكرة معه. Anyways, YS Family، قبل ما نبلش الفيديو لحظة، قبل ما تبلش الفيديو لحظة، YS Family من هون بده ينط يحيى، شايفين من هون؟ يعني أنا قبل ما يبلش الفيديو أنا عم بدون باراشوت، ما في، ممنوع ولا باراشوت، بدي يكون معه شغلة مثل هلا بتشوفوها، هلا بفرجيكم عليها. أنا ما رح أطلع معه لأنه أنا عن جد كثير بخاف من المرتفعات، خاصة مرتفع مثل هون، مثل هون رح ينط يحيى. تخيلوا اذا نزلنا الكاميرا هيك ليكم. 1 2 3. صباح الخير وايس فاميلي، كيفكم يا احلى عائله بالدنيا؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اذا اول مره تقابلت فتوا على القناه، بتنسوا تشتركوا بالقناه، والاهم من هيك تفعلوا الجرس. ومين يوم شو يعملوا؟ يحطوا لنا بيك 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 مين اليوم؟ بيك لايك انستغرام، سناب شات، تيك توك، كلهم موجودين تحت بصندوق الوصف. YS Family, it's time for me to go. Bye. اوكي، هيدا هو الشخص اللي حياخذني لاخر الجبل، ويمكن اخر شخص بيشوفني بالحياه. ميمي، ميمي يا بابا. يا اخي خايف. باي يا اخي. لا ما بخاف. بلا 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 بلا. باي. الله يحميهم. يعني انت فيك تعمليها لهي؟ ميمي كل شيء بتعمل، تعال روح نقعد يا ميمي. اوكي، اللي حيصير هلا انه بدنا نعمل كل الوراق عشان اذا صار شيء مش على مسؤوليتها. صار شيء على مسؤوليه مين يا يحيى؟ على فكره انا كثير خايفه عليه والله العظيم، وهيك بدنا نثبت لي حبك. قال لي اوكي رح نطلع عن الجبل، انا ما صدقت، بس لما امبارح قال لي بده نطلع عن الجبل ومدري شو، قلت لا جوزي بحبك صراحه. وكثير كمان. شو رايكم يا فاميلي؟ شو رايك يا ميمي انت شو؟ بابا بحبنا؟ مضينا وعم بيمضي احمد، معناتها اذا بنموت مش على مسؤوليتهم. عم نطلع شوي شوي. انت مين عم تطلع قلبي اكثر؟ اي والله مثل ما قال احمد عم تطلع وقلبنا هيك صار بين اجرينا. ما نرجع نكفي ماشي لهون. قال لي اهم شيء، اهم شيء بدي اركض وما اوقف، عشان اذا بوقف انا بالركضه فوق الحفه بينزل لتحت، وما تنسوا ما في ولا شيء يهدينا وما في ولا نوع من الباراشوت. فنقزني اكثر. كل هيدا كرمالك حبيبتي سحر، ان شاء الله ارجع اشوفك. على فكره انا تحت على الشط، يحيى تليفونه منه ماشي، وصار لي ساعه قاعد ناطره الاشخاص اللي عم ينزلوا على امل انه يحيى يكون واحد منهم، وكثير موتره وخايفه انه لانه ما في مثل ما يضل يحملوها او باراشوت اذا وقع اذا صار له شيء، يعني بده ينزل مثل ما كنا شايفين بوف دغري على الرمل. فهيدا اللي كان كثير موترني وكثير خايفه، وقاعده عم فكر وعم دق له وماني عارفه اي واحد عم ينزل، يعني كل شوي ما ينزل واحد عم بطلع عم بمسك الكاميرا وينه يحيى وينه يحيى. وانستي والله العظيم ليكو شو عالي، ليكو ليكو باخر الدنيا فوق، بده ينزل كلها هيك، هيدا روت هون وبده يحط هون. سو جايز تخيلوا قديش صعبه. يلا ادعوا معي ينزل بخير وسلامه، يحيى عم بصور بالكاميرا الثانيه. ويلا هيدا هو المحل اللي بدنا نركض منه. واو، هيدا هي البحر اللي شفناها من شوي. اوكي، اكسلنت داي. نحن اليوم مع بوليو
We're gonna do this. My heart's jumping, but we got this. Now, like now, you're gonna land there because the wind is good there. Now okay. It's not good. قال لي احمد من فوق قال لي انه يحيى نزل يلا ماسك ماسك وين وين هون هيا يحيى او ماي جاد جايز ليكو يحيى وين يا انا ما عم بقدر اتخيل انه يحيى قدر يعملها والله واو يحيى قول هاي هاي يا انا بكل تشجع مثل الدبانة انا من هون عم بتطلع مي كرعب I believe I can fly I believe I can touch the world You wanna drive my hand like والله عن جد بتخوف انا مستحيل اعمل عم ينزل عم ينزل عم ينزل فاميلي هلا نحن ونزلنا الحمد لله بس مش عارف يمكن نزلني على محل بعيد عن صحر عشان الهواء اخذنا صراحه اجت فتره قلبي كانه سكتت ما حكيت شيء حسيت انه حنوقع عشان الهواء كان بشكل مش طبيعي بس عن جد شاطر ساعدني كثير وكلكم روحوا لعد على الانستغرام ولا يسلموا رجعتوا ليحيى حي هلا بتنبسط صحر طيب صح عليك سؤال هلا يحيى طلع يثبت له حبه لك ايه واحمد شو طلع يعمل؟ احمد طلع ليثبت حبه ليحيى اللي هو رفيقه معه وينه احمد بعد ما نزل لازم يكون في شيء لواحد يحط حياته بخطر هيك عن جد شو الحب بينه وبين يحيى احمد يلا اجا يحيى هي يا تعال شوف البابا بابا يحيى جايز الحين انا شو رجعت حي خوف قاعد بتخوف شو عن جد الهواء فوق عشان شو طمني يحيى طمني شو it was amazing عن جد كل يوم هو القصه كلها
portfolio? He made our day. To the whale? To the certo? Ele bravo? Brava? Brava? We've got all the videos here, we're going to get them now. Ah, but that's three cameras. أنا عملتها لإثبة حب لإلك. أنت شو حتعملي؟ اوكي تشرفت فيك بحبك كثير بس انه يلا مشوا باي اس فاميلي نط من جبل نط من جبل على فكره احمد على فكره اي صورني احمد ميت رعب خلص ساعه عم بدق لنا لا بتعرف شو بيصير هلا بتشوفوا هن الواي اس فاميلي شافوا صح ربع ما شاف توصل على حفه وكله فاضي وبدك تركض وركض واذا ما بتركض وركض بتنزل نزول يهبط وحياة الله ركضتوا؟ ركضت وطلعت لفوق ما بديش اطلع لتحت اوه ماي جاد تعمل شيء هيك لحظتها هيك برجع بعمله هو ذاته بجنن عن جد عن جد عن جد باي سي نكست يير سي عم اقول له انه انا بعد 20 سنه انا ممكن اعملها ممكن انا ما بعملها انتوا فيكم تعملوها باي ذا واي سيبونا تحت بالتعليقات Happy birthday, bravo você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. واي اس فاميلي هلا صار وقت انا اعمل مفاجأة لسحر صراحة حاخدها على اطيب واحلى مطعم بالريو كله الله هولا هولا هون السيد فيها انا بالغوط اوكي سحورة وصلنا للمطعم بدك تنزلي من هون بس خليني نروح قدام ما بلا فيها اسانسير هيدي It's beautiful. It's supposed to be the best in Rio. Has a TripAdvisor. With speed on the Wow, look at the Look how high we are. Oh. Wow. It's a little bit of a sunset. روح تفضلي تفضلي حياتي نايس هيكو كله مبو هيك ايه هو ستايل غريب شوي بس لحظة 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 انت تفضلي شو بجنن شو بتمنى اكل عنده هلا شيء غريب شوي اوكي فطلبنا اول شغله هو شوي غريب هو عباره عن سمك صغير جاي هيدا اكل من الامازون اوكي انا بحيط صراحه مش زي اي شيء اوكي ريلي كثير طيب انا طيب ما خبر انه هدول اكل قبائل البرازيليه هو مطعم كثير مرتب بس الاكل اللي بتاكليه هون القبائل اللي كان ياكلوها بس بيعملوها بطريقه حضاريه واو تخيلوا جايز يعني بقلب الامازون هيك بياكلوا يعني بياكلوا هيدا الخبزه هيكو واو وبيعملوا هيدا هيدا فيها اوبرجين وهي فيها ريدس شو حياتك؟ هابي بيرثدي عن جد عبالي المليون يا رب والله احلى عيد ميلاد اونستلي ثانك يو ثانك يو ثانك يو والله بيبي انا ماني عارفه كيف بدي كفيك يعني انا احتفلت بعيد ميلادك انت هيدا السنه يعني ما خليت شيء الا ما عملت لي انت بي قاعده تشاف فعن جد شكرا عن جد ماني عارفه شو بدي اقول ثانك يو يعني انت على الكاميرا بدي اقول لك اياه لانه بيستاهل يحيى صراحه انه اقول له ثانك يو لا عادي عادي ما في شيء عن جد شكرا للواي اس فاميلي لانه عن جد ما بقي حدا الا ما عيد علي اتمنى لي كل الخير شكرا من كل قلبي والله عن جد انتم احلى عيله بالدنيا بتدعمونا بتحبونا شو بدنا احسن من هيك we can't get more than what we deserve والله شكرا من كل قلبنا anyways واي اس فاميلي فيديو بكره اجمل من هالفيديو هاخذ سحر على محل ما بعرف انا بالنسبه لي بيوتيفول بس هي حزوره يلا للفيديو الجاي
حذرة بالفيديو الجاي. اوكي باي، وتراح حالكم. باي, باي.